فيما يستمر البعض بانتهاك حرمة شهر رمضان المبارك وأجوائه الدينية والروحانية، وصلت هذه الانتهاكات عند البعض إلى حد المجاهرة بالإفطار جهارا دون مراعاة مشاعر الصائمين. كاميرا الحقيقة الدولية رصدت العديد من هذه السلوكيات والمخالفات الدينية، والتقت العديد من المواطنين الذين أكدوا على انتشار هذه الحالات والتعمد بهذه المعاصي والمجاهرة بها. والله سبحان الله، يعني أنا من يومين نازل على السوق بلاقي ثلاث شباب الله يهديهم قاعدين وحاطين أكل وبالطريق، يعني الشارع اللي وراء الحسين، وعم يأكلوا بعد الظهر، نسأل الله العافية. وفي ظاهرة هي سبحان الله أنه بعد الأذان كأنه ما صمنا، عياط وزمامير وأغاني، ويعني والله ننصح سبحان الله العودة إلى الله. يعني أهم شيء سبحان الله أنه الإنسان هذا شهر فضيل لا يتركه يمرق صفر اليدين. والله أنا يعني صراحة قليل بشوفها حاليا، يعني الظاهرة خافة شوي. الحمد لله في احترام يعني شوي لحرمة رمضان، ف يعني الظاهرة خافة كثير عن ما كنا نشوف زمان. في احترام لحرمة رمضان، في احترام لهيبة رمضان، فالناس بتحترم يعني صراحة. لكن إذا بتحصل يعني هي طبعا هي إشي يعني ما بصير، مش مرفوض نهائيا، لأنه هذا يعني استهتار بحرمة رمضان بالضبط، استهتار بمشاعر الناس المسلمين والناس الصائمين. يعني انتهكوا حرمة شهر رمضان على مرأة وأعين الناس، يعني بكفي رب العالمين قال إن الله لا يحب الجهر بالسوء. أي واحد اثنين هذول ما انتهكوا بس شهر، يعني حرمة شهر رمضان، يعني هذا ما عنده احترام لنفسه ولا لربه ولا لدينه ولا للناس اللي عايش بينهم، وبكفي انه اسمه مسلم وما بيطبق الاسلام. يعني فيعني على ما اعتقد انه بده الانسان يتقي الله ويرجع لرب العباد، مش بس انه يحاسب نفسه عشان الدولة او يخاف من الشرطة، لانه في رب العباد راح يحاسب الجميع. لاحظت هذه الظاهرة؟ شفت هاي الظاهرة؟ نعم شفتها هاي الظاهرة للأسف، وانهم بيفتخروا فيها يعني، وبيجي بيقول لك انا ربي بيحاسبني. يا اخي ماشي ربنا بيحاسبك، بس كمان فاذا بليتم فاستتروا. يعني لا حول ولا قوة يا حجي، لا حول ولا قوة، شو بدنا نساوي؟ هيك الله سبحانه وتعالى. شو تنصح؟ نصحهم الإنسان أيام فضال هذه وأيام زينة وأجر، والأجر به مضاعف، يعني لازم الواحد صيام صلاة عبادة. من ستر يعني؟ نعم، المجاهرة إذا ارتكبتم المعاصي فاستتروا. والله يا دول يعني من الأخلاقيات قبل الدين إنه ما يعمل إشي غلط ويثير مشاعر الناس التانيين. شفت حالات زي هيك؟ والله شبه يعني معدومة بوسط البلد هون، ما بظنش، ما فيه، بعتقد ما فيه. يشار إلى أن الجهات المختصة تتعامل بجدية بالغة مع كل الأخباريات التي ترد عن انتهاك حرمة الشهر الكريم ومعاقبة أي شخص يتم القبض عليه مفطرا في الطريق العام، إلا أن هذه الإجراءات لا تطبق على أرض الواقع. حازم السردي، الحقيقة الدولية.